الموضوع ده ما يتكررش. حاضر هحاول بعد كده اخد بالي. ورجعت لكم بعد الفاصل، وكنا اتفقنا قبل الفاصل ان احنا هنتكلم عن افلام ديزني والجدل الكبير اللي هي بتتعرض ليه. وعايزه اقول لكم ان في حمله دلوقتي بتقول ديزني لازم ترجع بالمصري. طبعا افلام ديزني هي الذكريات الجميله اللي احنا تربينا عليها وربينا اولادنا عليها. فخلوني دلوقتي نعرف التفاصيل ووصلنا لايه. وبينضم ليا استاذ اسلام خالد واستاذ امير عبد الواحد. اهلا بيكم. اهلا محمد. في البدايه، موضوع ديزني ده موضوع مهم جدا وشاغل بيوت كتير جدا، خاصة بعد ما تحولت ديزني للفصحى، وناس كتير رافضة الموضوع ده وحاسة انها فقدت معناها او فقدت مصداقيتها عند الاطفال. وعايزة اقول لكم كمان ان احنا عرفنا ان نسبة المبيعات قلت جدا من اول ما ديزني اتحولت للغة العربية الفصحى. خليني ابدأ بيك، تعليقك ايه عن الموضوع؟ على ان اللهجة اللي هي على الفصحى يعني؟ لما تحولت للغة العربية الفصحى قد ايه ناس كتير اتأثرت وهم بيطالبوا دلوقتي في الحملة انها ترجع بالمصري؟ تمام. هو مبدئيا لما اتحولت للفصحى هي كانت ليها فتره ان استوديوهات ديزني لما كانت بتبعت الفيلم بتاع مصر، عشان مصر هي اللي كانت بتدبلجه، تمام، حصلت برضو بعض التعليقات برضو سلبيه ان المصريين مش متقنين قوي للغه العربيه الفصحى. اي نعم ان احنا بندي روح مصريه يعني روح للدوبلاج وكده، تمام، بس حصل ان شركه ديزني غيرت اتجاهها من مصر، راحت لبنان انها تخلي الافلام تبقى مدبلجه فصحى في لبنان، عشان يعني عشان اتقان اللهجه اللي هي العربيه الفصحى. تمام. بس بالرغم من كده ان في لبنان يعني في استوديو لبناني معين مش متقن قوي في الـ في الـ في الـ في, الـ في الروح اللي كان بيديها زي الاستوديو المصري يعني. طبعا كلنا ما ننساش الفنان الكبير محمد هنيدي وعبلة كامل، لقاء الخميسي، ادوار مهمه جدا اثرت على اطفال كتير جدا واحنا يمكن منهم. وعشان كده يا استاذ امير قول لي رايك ايه في الموضوع ده، وايه اللي المفروض ان احنا دلوقتي بنعمله عشان فعلا نحقق الحمله والهدف منها. هو احنا بنحاول، الناس كلها بتحاول تشارك بقدر الامكان على الهاشتاج، والناس كلها بجد عايزه الموضوع ده، لان زي ما حضرتك قلت في نجوم كبار شاركوا في الموضوع ده، نجوم مش ما نقدرش كمان نعدهم ونقول فلان وفلان، ده ناس كتيره جدا. والعمل عامه موضوع الدوبلاج، دوبلاج افلام الكرتون، عمل قايم عليه ناس كتير جدا. الفكره ان هي اسباب تسويقيه بحته بالنسبه لديزني وكده، لان في قنوات طبعا الفضائيه هي القوه الشرائيه الاكبر اكتر من الناس بيدفعوا اكتر من العاديين. بالظبط، فهم اللي بيبقوا متحكمين شويه في الموضوع، ان هم عايزين الافلام بالفصحى. يعني هو نظام تجاري ممكن نقول. بالظبط، هو ده اللي حصل. لكن في يعني اصلا في شركات تانية على فكره غير ديزني دلوقتي بدات تتجه للاتجاه اللي بيدي رواج للمنتج، اللي هو ان هي تبقى بالمصري. في شركات دلوقتي بقت بتعرض افلامها في السينما وبيدبلجوا بالمصري وفي استوديوهات مصريه، لان عارفين ان ده السكه الصح اللي بداتها ديزني من السبعينات. وبعدين جت تاني من اول الاسد الملك بقى. طبعا لما موجه الدبلجه دلوقتي الاسد الملك كمان يعني نازل قريب، نازل لايف في السينما. طب قول لي، بما انك انت ادمن صفحه ديزني بالمصري، اسلام ادمن صفحه، مؤسس صفحه ديزني بالمصري، ايه بقى احكي لي عن الناس ارائها ايه على الصفحه، ايه اللي بتواجهه دلوقتي؟ هو مبدئيا احنا لما انشانا الصفحه قبل ما تبدا يعني موضوع، لما انشاناها كانت في سنه 2013، تمام، كانت لسه الموجه بتاعت اللي هي العربيه الفصحى بدات، لدرجه في ناس هي بدات في 2012، بس احنا انشأناها في 2013. ناس كتيره ما كانتش عارفه الموضوع ده، بدليل ان احنا كنا بننشر مقاطع او فيديوهات من الافلام بعد ما نزلت بالفصحى، لقينا كميه تعليقات سلبيه جدا علينا، بيقولوا ايه اللي انتوا بتعملوه ده، ايه ليه ما بقتش بالمصري زي الاول. كانوا فاكرين ان البدايه من عندكم، مش انها بادئه من قبل كده. احنا في ناس ما كانتش عارفه ايه السبب، ايه اللي خلى اللهجه المصريه تختفي فجاه، ناس متعوده عليها اصلا من زمان على اللهجه المصريه. فموضوع ان احنا نشرنا اكتر من فيديو بنلاقي تعليقات صعبه جدا يعني على الاراء يعني في ال. طب خلينا برضو نروح نشوف فيديو من اللي انتوا نشرتوه ونرجع نكمل الكلام. اتفضل. يا جماعه، بوني بقى عندها صديق جديد. يا عليها صحاب المدرسه. لا لا، ده صديق من عمايل ايديها. احب اقدم لكم شوكت. اهلا. اهلا. ده متلصم. ايوه واخد بالي. شوكت هو اهم لعبه عند بوني دلوقتي،
لازم كلنا ناخد بالنا ان مفيش حاجة تحصلنا. وودي عندنا مشكلة. انا مش لعبة، انا معمول للشوربة للسلطة، كشري معلش وبترمي في الاخر. حرية باص، احنا لازم نجيب شوكة. انا وراك. انا عايش ليه؟ انت لعبة باني، انت بقيت مسؤول انك تخلق معاها لحظات سعيدة تعيش معاها بقية حياتها. ها؟ ايه؟ بو شوكة تعالى. بو اهلا، اسمي جابي. جابي وفوتناكو بعافية. لازم تقعدوا يا ولاد. ودي وراك. بو انت بتعمل ايه هنا؟ مفيش وقت اشرحلك، تعال معايا. لازم نكون في البيت دلوقتي. مأمور ودي، طلع عمرك بتيجي للنجدة. باني محتاجة شوكة. ودي ايه اللي يحوجك لأوضة أطفال لما يكون عندك كل ده؟ واو ودي، مش هنرجع لباني؟ احنا لازم نلاقيه. هنعمل ايه يا باص؟ طب لو كان ودي مكاننا كان نط من شباك العربية. ها؟ على مهلك يا عم، احنا مش قدك. ياه، انت خليت حيالي اللعبة الضيعة دي احسن مما اتخيل. فتح عينك كويس يا ودي، في اطفال كتير قوي هناك، ساعات التغيير بيبقى حلو. مش ممكن تعلمي لعبة قديمة الحاجات دي. ادينا هنشوف. باني يلا على البيت يا شوكة. باني انا جاي. انا في الطريق يا ودي. للا نهاية وما بعدها. ما تسيبوش ودي يمشي، الاطفال بيضيعوا لعبهم كل يوم. انا اتصنعت عشان اسعد طفل، ما كانش الموضوع ابدا بالصعوبه دي. ودي في حد بيوشوشك في ودنك؟ كل حاجه هتعدي على خير. بنطالب بدبلجه حكايه لعبه الجزء الرابع باللهجه المصريه بالاصوات اللي حبيناها وعشنا معاها. صوتنا مش قليل، احنا مش مجرد لعبه، ديزني لازم ترجع مصري. امتى بقى بدات تبقى تندمج في موضوع الدبلاج مع اصحابك وتقرروا تعملوا فيديوهات ديزني بالمصري؟ موضوع الدبلاج يمكن بدا معايا انا من بدري شويه. كنا عاملين صفحه على الفيسبوك للدبلاج الهواة عامه، ومعروف في كل حته وموجود في الوطن العربي في ناس بتعمل كده. الموضوع بدا من 2011، يمكن كمان قبل قرار ديزني بالفصحى والكلام ده، لان احنا بس حابين الموضوع يعني. وبعدين بدا الموضوع كان على النت، وناس على فكره من دول عربيه مختلفه كانت موجوده في الموضوع ده. يعني كنت انا وفي ناس من مصر هنا من اسكندريه، وفي ناس من السعوديه، وفي كذا حد كان مشارك معانا. وبعدين الموضوع طبعا يعني كان في شويه عراقيل يعني في السكه دي، وبعدين بدا يرجع معايا تاني قريب. بقى قررت ان انا اصلا من المنصوره، فقررت ان انا اعمل فريق من الناس اللي حواليا. انا اصلا ممثل مسرح في المنصوره وكده، فاعرف كتير من الناس الممثلين مسرح اللي ممكن يشتركوا معايا في حاجه زي كده، لان الدبلاج في النهايه هو تمثيل اذاعي برضه. فقررت ان انا اكون فريق. كان في الاعلان ده كمان كان مخصوص يعني معايا باشمهندس محمد السعيد، برضو من اصدقائي ومن فريق مسرح اللي انا خارج منه، فريق مسرح هندسه المنصوره. وبدانا نجمع ناس وعشان نعمل حاجه، فقررنا ان الحاجه اللي هنعملها عفوا لازم تكون حاجه تنتشر والناس تشوفها وتحبها. فقررنا ان احنا نعمل حاجه ليها علاقه بديزني وتوي ستوري 4، لان ده الجزء المنتظر. احكي لي عن ردود الافعال. ردود الافعال كنت متوقعها ولا طلعت اقل من ما انت متوقع؟ لا بصراحه طلعت اكتر من متوقع. يعني هو انا كنت براهن على فرس كسبان اللي هو توي ستوري 4، والناس مستنيه الجزء الجديد ده من السلسله، وانه ازاي يبقى بالمصري والكلام ده. وحاولت بقدر الامكان ان انا اجيب كاست ممثلين اصواتهم مشابهه للاصوات العربي اللي الناس واخده عليها. الناس واخده عليها. فنزلت الفيديو على صفحتي في الاول على الفيسبوك وعلى تويتر وكده، وعلى اليوتيوب برضو. وبعدين عمر احد ادمنز الصفحه بتاعت ديزني بالمصري اسلام كلمني قال لي عايزين نحط الفيديو عندنا على البيج وكده. فقلت له تمام. ما كنتش متوقع بقى ان هو هيجيب الريتش ده والعدد ده كله من الناس اللي ممكن تتفرج. الناس عندها شغف تاني ان ديزني ترجع بالمصري. عشان كده لازم اسالك، عندنا امل قد ايه او وصلنا في الطريق قد ايه ان ديزني ترجع بالمصري؟ لا هو الامل كبر يعني اكتر من الاول. هو اول ما بدا اللهجه المصريه تبدا ترجع كان في 2016، كانت النسبه ضئيله 20%. بدا من فيلم اللي هو البحث عن دوري، اللي هو كان بسبب الحمله اللي حصلت ديزني لازم ترجع مصر. كانت الفنانه لقاء الخميسي. لا لا هو لا. هو كان المفروض هي اعتذرت. ما شاركت ممثله اخرى يعني.
فكانت 20% نسبة أمل يعني، على الأقل هو أي نعم كل الفيلم كان بالفصحى، بس كان في كده كام جملة كده بالمصري بتطلع في الفيلم. فسنة ورا سنة ورا سنة كل اللهجة دي عمالة تتطور أكتر، لدرجة إن في فيلم كان برضو في 2017 اسمه كوكو، كانت كل الأغاني بالمصري، مع إن فيلم بالفصحى بس كل الأغاني الأغاني اللي جواه كانت بالمصري. بالمصري، فدي كانت حاجة كبيرة يعني في الفيلم. برضو في آخر فيلم برضو اسمه رالف يدمر الإنترنت أو يحطم الإنترنت، الجزء الثاني الجزء الثاني بتاع فيلم رالف المدمر. هو أصلا رالف المدمر كان في 2012 نزل بالفصحى علشان القرار بتاع ديزني، لما اللهجة المصرية بدأت ترجع تاني بقت نسبة اللهجة المصرية جامد كبيرة يعني. حتى كان في مشهد مشهور جدا بتاع مشهد أميرة ديزني اللي هم متجمعين مع بعض كلهم بيتكلموا بالمصري، باللهجة المصرية. أستاذ أمير قول لي نسبة إيه، وصلنا لنسبة كام يعني، أنت شايف الموضوع وصلنا لكام؟ فالمية تقريبا احنا وصلنا لنسبة عالية بالنسبة للفيلم، بس هو الميكس ده نفسه غريب يعني، في ناس بتشجع ده وفي ناس ضده كتير جدا، بس الأغلبية بما ان احنا عاملين حملة الأغلبية عايزة ديزني بالمصري بالظبط، فاحنا الحمد لله وصلنا لنسبة كويسة نسبة يعني. كويسة بس انا قصدي الميكس اللي بيحصل في الأفلام دلوقتي، هو زي ما اسلام قال من 2016 تقريبا بدا الموضوع ان ديزني بدات تعمل افلامها ميكس بين الفصحى والمصري، ترضي الطرفين اللي عايز بترضي ده وترضي ده في نفس الوقت. تمام، بس في ناس رافضه الموضوع ده لحد ما. النسبه بقى بتزيد مع الافلام يعني، النسبه لحد النهارده بتزيد، كل فيلم بيزيد الكلام المصري، نامل انه الفيلم اللي جاي طبعا احنا مبسوطين ان النجاح كان لديزني المصري بدليل مطالبات الناس. وخليني اقول لكم على الصفحه نزلنا بوست وقلنا مين ممثلكم اللي كانوا مفضلين في افلام ديزني، فجدنا رغده بتقول كلهم كانوا احلى من بعض، وام ادهم بتقول كلهم حلوين جدا بس صوت هنيدي ملوش حل في مارد وشوشني، وجاسمين بتقول انا بتفرج مع بنتي بصراحه حلوين قوي وبحب مارد وشوشني. كلنا طبعا عارفين ان الفنان محمد هنيدي كان له دور كبير جدا في الدوبلاج، وبنوجه تحيه كبيره لكل الفنانين العظماء اللي شاركوا في ديزني بالمصري وكان ليهم دور كبير في الدوبلاج. طبعا كلنا عارفين ان الفنان محمد هنيدي كان ليه دور كبير جدا في الافلام ودوبلاج الافلام الكرتونيه. خلينا نطلع نشوف فيديو للفنان محمد هنيدي ونرجع نكمل كلامنا. مخك يا تيمون وحاول تلفت نظرهم. يعني عايزنا تحزم وارقص يهو. انت جعان نفسك فرق لانيه على كله بلح بتروح المطريه، كله كله مشهور كله كله مقلي، ما دوت ما حصلش لسانك قول لسانك لحم الضمبة ما حصلش. طبعا بنتمنى ان الحملة تنجح وديزني ترجع بالمصري. نورتوني استاذ اسلام واستاذ امير، نورتوني وبشكركم شكرا جزيلا، وهنفضل معاكم مكملين لحد ما نوصل لهدفنا باذن الله ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم. شكرا. وبكده مشاهدينا اكون وصلت معاكم لختام حلقتنا النهارده، يا رب يكون المواضيع كانت خفيفه على قلوبكم، يا رب بجد نكون اتعلمنا ان احنا ننمي في ولادنا الثقه بالنفس، ونعلمهم ان في حاجات كتير جدا يستاهل ويستاهلوا ان هم يبحثوا على فرص اكتر عشان يوصلوا لهدفهم. لان فعلا بدايه الحلقه كانت محزنه جدا لما سمعنا عن حالات انتحار كتيره جدا لاطفال وشباب في الثانويه العامه. اتمنى اكون افدتكم، اشوفكم على خير الاسبوع الجاي، ميعادنا بقى كل خميس على شاشه المحور من الساعه 7 ل 8. اشوفكم على خير، تحياتي لكم مروه عزام.